بيلعب كوره اماميه انطلاقه وادي خطير صدومبا عدى صدومبا سقوط لصدومبا ركله جزاء ركله جزاء للزيمبابوي ادوارد صدومبا بعد مشوار بعد انطلاقه والعرقله من الحارس منجد النيل ثالث ركله جزاء في تاريخ مواجهات الفريقين ثالث ركله جزاء في مواجهات الفريقين والركلتين على فكره كانوا في عام 2009 هنا تدخل للحارس منجد النيل وسقوط للزيمبابوي ادوارد صدومبا في 2009 سجل في الذهاب كاريكا وفي الاياب هنا على هذا الملعب انتهت 1-0 سجلوا كاريكا صدومبا عنده هدف في المسابقه ايضا من علامه الجزاء في مرمى المريخ في لقاء الديربي هدف الثاني هدف الترجيح صدومبا في مواجهه منجد النيل صدومبا في انتظار صافره الجيلاني وصدومبا وهدف هلالي اول هدف هلالي اول من علامه الجزاء الزيمبابوي ادوارد صدومبا يحتفل على طريقته الخاصه ومفتتحا باب التسجيل نعم يدون اولى اهداف اللقاء بعد مرور 10 دقائق على البدايه 1-0 للهلال 1-0 من علامه الجزاء يحيي الجماهير صدومبا نعم يضع الكره على يسار منجد النيل الذي اختار الجهه اليمنى وهدفا هلاليا اول هدف هلالي الهلال الذي يجلس على صداره الممتاز 46 نقطه بفارق 9 نقاط عن اقرب الملاحقين الهلال المريخ بتسع نقاط فارق نقاط وقد يزداد الفارق اليوم